اهلا بحضراتكم. الفقره الاولى من البرنامج البيت الكبير دايما يوم الثلاث في بقى فقره منتظرينها وانا كمان ببقى منتظرها مع الناقد الكبير عمر البنوبي. مرحب بك يا عمر. اهلا بيك يا كابتن. نورنا في يوم اللي مسميه الثلاث الكبير في البيت الكبير. الثلاثاء الممتاز. حاجه كده من ريحه البريمير ليج. بالظبط. ايه اخبار حضرتك؟ منورنا ودايما بتشرفنا وبتكون يعني فقره مميزه جدا. النهارده يعني عندنا كذا محور نتكلم فيه، اكيد محور مباراه النادي الاهلي والوداد نبدا فيه. شفت المباراه ازاي؟ شفت الشكل الفني ازاي؟ ردود الافعال كمان لسه هنتكلم عليها، اذا كانت ردود افعال بعد المباراه على طول او من خلال الصحافه. خلينا نتكلم على رؤيتك لمباراه الوداد والاهلي في طبعا في المغرب. يعني مباراه ذهاب ووجود نظام الذهاب والاياب مره تانية في البطوله، في حين ان الكونفدراليه بتتلعب من دوره مجمعه من دور واحد. اعتقد انه حساباتها الفنيه بتختلف، المدرب كمان، انت الوضع ما بين الاهلي والوداد، انت عندك مدرب جديد، الوداد بيستعين بمدرب كان موجود عنده يعني كبديل ومسكه الفرقه. المواجهه نفسها بعد انتهاء الدوري المغربي خساره الوداد، لكن كمان موقف النادي الاهلي انه يستعيد شخصيه البطل. الاهلي استعاد شخصيه البطل بانه بيلعب سيمي فاينل وخارج ارضه وفي ظروف برضه صعبه، ظروف الكورونا صعب على كل الفرق، انت بتبقى برضه مشدود عصبيا قلقان، البي سي ار كل شويه علشان تطمن على فرقتك. انت تأدي الاداء الكبير ده، تقدر ان انت تحسم المباراه بدري، تقدر تاخد من المباراه اللي انت عايزه تحقق نتيجه ايجابيه، مش بتفوز 1-0، انت بتفوز 2-0، كان عندك فرصه كمان انك تزود الاهداف. اعتقد انه الاهلي حقق افضل نتيجه في مباراه الذهاب بره ارضه قدام منافس عريق وفريق كبير له جماهيريه كبيره في المغرب، من الفرق كمان اللي خدت البطوله دي قبل كده وكانت قدمت مستويات كويسه. اعتقد انه كمان يعني موسيماني اجاد في المباراه دي، كل اللاعبين اجادوا، مجلس اداره الاهلي نفسه نقدر نقول انه اجاد، انه تواجد برئاسه الكابتن محمود الخطيب رئيس للبعثه، موجود مع الفرقه هناك في المغرب. اعتقد انه ده برضو يفرق كتير معنويا مع كل عناصر المنظومه اللي موجوده في الفريق. فاعتقد انه الاهلي حقق افضل نتيجه ايجابيه كان ممكن يحققها من مباراه الذهاب.